السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نكمل شرح برنامج أنريل. هو ده برنامج متخصص في إن هو بيعمل ألعاب، وممكن تستخدمه في إن أنت تضيف في الموديل البيم بتاعك وتخلي اللي يتفرج عليه يقدر يتحكم ويمشي جواه، سواء بالفيرتشوال رياليتي أو أوجمانتد رياليتي أو من خلال الماوس والكيبورد. طيب لو جينا هنا النهاردة نتكلم على الماتيريال، خلي بالك هو بدأ يقول لي أوتو سيف، يعني هو بيفكرني بإن هو هيسيف دلوقتي. هنلاقي الشريط اللي تحت ده كونتنت براوزر، ده اللي بتلاقي فيه كل العناصر المستخدمة في المشهد بتاعك. لو جيت هنا يبدأ يظهر لك الترتيب بتاع العناصر اللي موجودة، ولو دخلت هنا تلاقي إن هو بدأ يدخل معاك، فده زي شجرة للعناصر اللي أنت هتستخدمها. تقدر ترجع بالشكل دوت، تقدر تقول له سيف أول، أو تقدر تعمل إمبورت لأي عناصر أنت عايزها، وهنا تقدر تقفل دوت بحيث إن هو ما يتحركش معاك بدون قصد. طيب هاجي هنا واقول له اد ماتيريال، كده احنا ضفنا الماتيريال. الماتيريال دي فاضيه خالص، مفيش فيها اي حاجه خالص، تقدر تسحبها وتحطها على العنصر دوت. هو بقى اسود، مفيش اي حاجه لسه اتحطت في العصر، مفيهوش اي لون. طيب تعالى نفتحه كده، هيجيب لي الشاشه اهي. هنا هبدا اسيف، وهنا اقول له انا عايز اعمل ابلاي للفلتر ده موجوده. طيب عايز ابدا اقول له الكلر، طيب اجيب الكلر منين؟ عندي حاجه اسمها كونستنت، الشاشه دي باليت دي بقى اقدر اخد منها العناصر وابدا اربطها مع بعض، ما بقعدش اكتب شفرات ولا حاجه لا. واللي شغال على 3 دي ماكس هيلاقي نفس الفكره دي. تمام، هقول له انا عايز هنا مثلا كونستنت 3 فيكتور بالشكل دوت، وادوس هنا على اللون دوت وابدا اختار اللون اللي انا عايزه بالشكل دوت. تقدر تختار من الباليت ديت، او تقدر تكتب الارقام هنا RGB او HSV، وبعد كده تقول له انا موافق على اللون دوت، فيبدا ياخد اللون. لازم بقى عشان يشتغل ان انا اوصل بين دي ودي. طيب لو قلت له هنا سيف، بقى اللون يظهر معايا. طيب عايز اقول له ميتاليك، فهاجي هنا واقول له كونستنت الميتاليك عنصر، فلازم العنصر ده لما يبقى زيرو لما يبقى واحد، فاقول له ميتاليك واقول له خلي لي القيمه دي بواحد، فيبدا يديني تاثير المعدن. طيب سبيكلر بالروك اديله برضه نفس المتغير، وتقدر تديه من رقم من زيرو لواحد، يعني ممكن تديله ايه نص مثلا. تمام، ممكن تيجي هنا تقول له ده خليه مثلا 0.5، سيف. طيب ممكن تقول له رودنس، يعني الحاجة دي هتبقى فيها خشونة ولا لأ، ممكن تخليها مثلا 1. ممكن تختار ده مثلا تقول له ده خليه مثلا 1.0، مش عايزه معدن، عايزه بلاستيك مثلا. بالشكل ده بس انا شايف سهل ان انت تدخل تعدل في الماتيريال لحد ما توصل للماتيريال اللي انت عايزه، وسهل جدا ان انت تحمل الماتيريال من على النت او من اي برنامج اخر، تاخد الماتيريال ودي تبدا تشتغل بيها. الفكره كلها زي ما انت شايف بنبدأ نوصل العناصر اللي احنا محتاجينها، يعني مثلا هنختار لون، هنختار مثلا الحاجة دي عايزة معايا ولا لأ، وهكذا، وهتلاقي اللون بدأ يتشكل معاك زي ما انت شايف.